صباح الخير جميعا، رمضانكم كريم. أردنا أن نعمل مقارنة بين أسعار الخضر والفواكه في تركيا مقارنة بأسعار الخضر والفواكه في الجزائر، وكذلك أسعار اللحوم، ما دام أنه سعر الصرف الدينار الجزائري هو تقريبا نفسه سعر صرف الليرة التركية، يعني فقط لما نشاهد عددين فقط نضيف الصفر. اتركونا نتابع أسعار الخضر والفواكه. يعني كما نشاهد الفريز أو الفريزة ب 450 دينار، يعني 45 ألف. التوت ب 500 دينار تقريبا، يعني 50 ألف. التفاح ب 380 دينار. سعر البيض الأبيض هو تقريبا بدينار جزائري 20 دينار للبيضة. إذا أخذنا كهذه كاملة ب 600 دينار، يعني 60 ألف. أما البيض العادي يعني يختلف، فيه هذا الأبيض أيضا تقريبا 28 دينار الواحدة، بلاطو ب 840، هذا 90 او عفوا 900 دينار، 90 ألف و 3000 الحبة. اللحم في تركيا غالي تقريبا بالدراهم، من هنا 3400 دينار، يعني 340 ألف الكيلو. هنايا 2500 كيلو دينار الكيلو، يعني 240 ألف الكيلو أو 250. هنا راهي 280 ألف الكيلو تقريبا دراهمنا، يعني نفس الشيء. في تركيا أسعار الخضر والفواكه وحتى اللحوم غالية أيضا. شاهد البطاطا تقريبا حوالي 150 دينار تقريبا أو أكثر بقليل. البصل 280 دينار، البصل 280، البطاطا 150 دينار. إذا سألنا على الطماطم 200 دينار، الخيار أيضا 200 دينار. إذا شفنا الكوسة نسموها احنا الكورجات 150 180 دينار، فلفل 400 دينار، يعني 40 ألف. الجزر عطالي الجزر 270 دينار.